بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الدروس المستفادة من آيات سورة العنكبوت. وتكلمنا في المرات السابقة عن جانب من هذه الدروس المستفادة من آيات هذه السورة، وأيضا نؤكد على أن المقصود بهذه الدروس هو يعني رؤية كيفية التطبيق لمفهوم ومدلول هذه الآيات. وكذلك هذه الدروس يستفاد منها في ضبط السلوكيات بناء على ما نتعلم من كلام الرب المعبود سبحانه وتعالى. نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الدروس، وأيضا منها بل لله المكر جميعا، فما كان جواب قومي إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. بل لله المكر جميعا، فما كان جواب قومي إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. معلوم أن إبراهيم عليه السلام عندما دعا قومه إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، وأيضا عرف قومه بربهم المعبود سبحانه وتعالى، وإبراهيم إذ قال للقوم اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام كسر هذه الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله، فلما رجع القوم علموا ذلك أخذوا القرار بقتل أو تحريق إبراهيم عليه السلام. فلذلك ما قال ربنا سبحانه فما كان جواب قومي، يبقى كيف قابلوا هذه الدعوة؟ يبقى قابلوا الدعوة بأنهم أخذوا القرار بقتل أو بتحريق إبراهيم عليه السلام، وربنا سبحانه وتعالى أنجاه من ذلك وأنجاه من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. أيضا من هذه الدروس المستفادة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يبقى هذه الصحبة التي لم تكن على الإيمان تنقلب إلى عداوة بالغة يوم القيامة، فلا تبقى إلا هذه الصحبة التي عقدت على الأساس الإيماني. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يبقى هذه المحبة والمودة والصداقة التي كانوا يظهرونها في الدنيا لبعضهم البعض تنقلب يوم القيامة إلى عداوة، إلا ما كانت الصداقة مبناها على أساس الإيمان. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يبقى هذه الآيات أيضا ترشد إلى اختيار الصحبة المؤمنة تنتفع بصحبتها في الدنيا والآخرة، يبقى الصحبة المؤمنة تنتفع بصحبتها في الدنيا والآخرة. يبقى في الدنيا كما نذكر الثلاثة الذين كانوا في الغار ثم أغلقت فتحة الغار بهذه الصخرة، كيف خرجوا من هذا المأزق ومن هذا الكرب؟ بدعائهم لرب
ربه سبحانه وتعالى بأعمال قدموها في حياتهم الدنيا خالصة لله تبارك وتعالى. فالكل قد انتفع بدعاء الآخرين، يبقى كل منهم منفرد، لا يقوى أن تفتح هذه الصخرة أو تنفرج هذه الصخرة إلا فرجة يسيرة لا يستطيعون الخروج منها، لكن كل منهم قد انتفع بدعاء الآخرين، وبالتالي انتفع بصحبة الآخرين. يبقى الصحبة المؤمنة لها ذلك النفع في الدنيا وكذلك النفع في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين كما بيّنت الآيات. يبقى دائما ابحث عن الصحبة المؤمنة، لا تصاحب إلا مؤمنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتجد عنده النفع والفائدة في الدنيا والآخرة، لا يجلب لك إلا الخير، لا يجلب لك إلا الخير. الصحبة المؤمنة حتجلب لك دوما الخير وتدفع عنك الشر، على أساس أنها صحبة لا تسمع منها إلا الكلام الطيب، وكذلك إن كان من توجيه وإرشاد فيرشدك إلى ما فيه صلاح الدنيا والآخرة. أيضا من هذه الدروس المستفادة: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. يبقى إن كان الإنسان يضيق عليه في أرض لا يقوى فيها على إقامة هذا الدين يهاجر، فأرض الله عز وجل واسعة فإياي فاعبدون. يبقى أينما توجه ذلك الإنسان إلى أرض يستطيع أن يعبد فيها الرب سبحانه وتعالى، يبقى يتوجه إلى تلك الأرض إن كان قد ضيق عليه في أرض ولا يقوى على إقامة هذا الدين أو تحقيق هذه العبودية التي خلقنا ربنا سبحانه وتعالى من أجلها. وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ظل يعالج هؤلاء القوم وظل يدعو هؤلاء القوم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وترك ما هم عليه من الشرك وترك هذه الأصنام والأوثان التي اتخذوها آلهة يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. ولما وجد ذلك الجفاء والصد من قومه فهاجر إبراهيم عليه السلام إلى أرض أخرى يدعو فيها ربه سبحانه وتعالى عسى أن يجد من يستجيب لدعوته. وأيضا إحنا بنتذكر قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا وأكمل 100 بذلك العابد الجاهل الذي استفتاه في المسألة فأجابه فتوى خاطئة، وكذلك لم ييأس من رحمة ربي سبحانه وتعالى وظل أيضا يسأل عن أعلم أهل الأرض حتى دل على عالم. وأن كان من وصية هذا العالم لهذا الرجل الذي قتل 100 نفس أوصاه أن يترك أرضه التي ارتكب عليها ما ارتكب من المخالفات وأن يتوجه إلى أرض أخرى، فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. يبقى غير الأرض، يبقى الأرض دي لم تعينه أو الناس القوم لم يعينوه على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن ما وجد منهم إلا أنهم دفعوه إلى هذه الشرور، فأمره وأرشده أن يترك هذه الأرض التي ارتكب فيها المخالفات ثم يذهب إلى أرض كذا، أشار له على أرض فإن بها أناس يعبدون الله فاعبد الله معهم. وكان من حال كما هو معلوم: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. إن ضيق عليك في مكان ولا تقوى على إقامة الشعائر وهذه العبودية يبقى انتقل إلى مكان آخر تستطيع في هذا المكان أن تدعو لدين الله سبحانه وتعالى وأن تقيم هذه العبودية الحق لله سبحانه وتعالى. لذلك كما قال ربنا سبحانه عن إبراهيم عليه السلام وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. كذلك أيضا: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يبقى هذا عطاء الرب سبحانه وتعالى، فوهب الله عز وجل له إسحاق ويعقوب وكلا هدينا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة،
تبقى ذرية تقيم هذه العبودية لله تبارك وتعالى. ووهبنا له إسحاق ويعقوب هبة من الله تبارك وتعالى، فربك هو العزيز الوهاب سبحانه وتعالى. وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. لذلك كما قال ربنا سبحانه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت رب العالمين. يبقى إبراهيم عليه السلام وصل إلى هذه المنزلة. كيف وصل إبراهيم عليه السلام إلى هذه المنزلة؟ لما دعاه ربنا سبحانه وتعالى قال له أسلم، قال أسلمت رب العالمين، فكان منه الاستسلام والانقياد والخضوع والإذعان لربه سبحانه وتعالى، يمتثل لأوامره ويجتنب ما حذر منه ربنا سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من هذه الدروس: من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. ولوطا إذ قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أي إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. يبقى من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابني آدم، فذكر أنه ما من جريمة من جرائم القتل ترتكب إلا وعلى ابن آدم الأول كفل منها. يبقى أي جريمة قتل بترتكب يبقى إلى يوم القيامة على ابن آدم الأول كفل منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول من سن القتل. يبقى أول من سن، أول واحد يعني أحدث هذا الأمر. كذلك أيضا يعني اتيان الرجال في الدبر، يبقى ده كان أيضا إحداث من قوم لوط، إحداث من قوم لوط. وبالتالي يبقى هذه الفعلة من فعلها أيضا لهم عليهم كفل من ذلك الأمر. من سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها. ووزر من عمل زي المبتدع، يبقى المبتدع لو ابتدع بدعة ثم على ذلك تنتشر البدعة يكون لها أتباع، يبقى كل من أيضا قام بهذه البدعة يبقى على المبتدع الأول كفل منها، عليه وزر أيضا. ذلك زي من سن سنة حسنة فلو أجره أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. في المقابل أيضا من سن سنة سيئة أحدث ذلك في يبقى له عليه الوزر طالما كانت من المخالفات، ووزر من عمل بها أيضا. وزر من عمل بها ومن عمل بها لا عليه الوزر، لكن ده أيضا يعني له كفل من هذه الذنوب كنتيجة لأنه قد أحدث هذا الأمر. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ما حدش سبق هؤلاء إلى هذا الأمر، لم يكن معلوما، يعني لم يكن معلوما، ولكن هؤلاء هم الذين أحدثوا هذا الأمر. كما قال لوط عليه السلام: ما سبقكم بها من أحد من العالمين. ثم وضح يعني هذا الأمر: أنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. وحتى أن هذا المنكر أصبح منكرا ظاهرا لأن ده فشى في القوم، يعني فشى في القوم، فكان ده الأغلب لقوم أنهم كانوا يعملون أو يفعلون هذه الفعلة المنكرة. وبالتالي حنجد دائما المجتمع لما بتظهر فيه الفواحش ويعلن بهذه الفواحش، هتجد الإعلام بالفواحش دي كنتيجة لفساد الناس، وبالتالي يعني لا حياة عندهم أن يظهروا هذه المنكرات، وإن على أساس أن هم يعيشون في بيئة فاسدة وبالتالي مجتمع فاسد، فعند ذلك لا مجال للحياة عند هؤلاء أن يخبئوا هذه الفعلة المنكرة. ولكن حنجد أنهم يقابلون
من ابتعد عن هذه الفعلة أنهم يأخذون القرار بإبعاده. يعني فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. دول مش يفعلوا ما يفعلوا ما يفعل القوم، وبالتالي ليس لهم مجال عند ذلك. يبقى كأن التمكين كان لقوم لوط الذين كانوا يفعلون هذه الفاحشة وكانوا يعلنون بها. طب من كان ينكر عليهم، يبقى ليس عندهم قرار إلا أن يقوموا بإخراجه وبنفي من هذه البلدة. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. يبقى نجد كده، يبقى ماذا قالوا للمؤمنين الكفار، ماذا قالوا للمؤمنين؟ لذلك احنا لا تتعجب، يعني لا تتعجب لما يصدر هذا القول من كافر، يعني لما يصدر هذا القول من كافر، وبالتالي على ذلك بيطلب برحيل يعني من أسلم وظل مستوطنا على هذه الأرض. يا ترى انت تتعجب يعني كيف يكون ذلك؟ لا يعني انها السنن، يعني انها السنن. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. ما الرسل دولة، يعني ربنا سبحانه وتعالى وما أرسل من رسول إلا بلسان قومه. يبقى ده الرسول كان من هؤلاء القوم. وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحة، وإلى مدين أخاهم شعيبة. يبقى ده من جنس هؤلاء أو من قومهم. لكن يعني وكأن الذي أسلم نزعت منه الجنسية فليس له مكان، وكأن يعني أصحاب الأرض هم الذين ما زالوا على الكفر والإلحاد، ومن آمن منهم يبقى كأنه نزعت منه الجنسية فليس له مكان. ويخير بين أمرين، إما أن يعود إلى الملة الأولى الكفرية، وإما أن يرحل من البلاد. فأيضا هؤلاء أخذوا القرار وقالوا يعني أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يبقى هو لوط من إيه؟ ما لم يكن غريبا، ولكن هو كان من هؤلاء القوم هذه البلدة. لكن على ذلك لما انتشر الفساد، فعلى ذلك من أنكر عليهم هذا الفساد وتلك الفعلة، يبقى ليس له مكان أن يعيش بين هؤلاء القوم، ليس له إلا أن يرحل أو يفعل ما يفعلون. فده كان الحال. وبالتالي يعني من سن سنة سيئة فلو وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أيضا من هذه الدروس المستفادة، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فأهلكناهم إن في ذلك لآية، أنكم لتأتون الرجال وتقطعون في ناديكم المنكر، فأنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب قوم إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، قال رب انصرني على قوم مفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن لا كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجي أنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إن منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فأهلكناهم إن في ذلك لآية، كيف أهلك الله عز وجل هؤلاء القوم. انظر إلى ردهم على لوط عليه السلام، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. بينكروا طبعا البعث من بعد الموت، وكذلك أيضا بيستهزئون يعني بهذا الأمر. وكان من سفاهتهم أنهم أيضا قالوا للوط عليه السلام ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كيف جاءهم العذاب، قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسولنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن مهلكوا أهل هذه القرية إن لا كانوا ظالمين. يبقى أخذها ربنا سبحانه وتعالى، أخذهم بظلمهم، فكلنا أخذنا
بذنبه. يبقى دمر الله عز وجل على هؤلاء بسبب ما ارتكبوه من مخالفات وذنوب وبسبب كفرهم بالله سبحانه وتعالى. قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم من فيها لأن نجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إن منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يبقى بسبب المخالفة بسبب فسق هؤلاء القوم. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. أيضا من هذه الدروس كذلك نفعل بالمجرمين، كذلك نفعل بالمجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبة فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. كذلك نفعل بالمجرمين. يبقى هؤلاء الذين حادوا عن شرع ربهم سبحانه وتعالى وانحرفوا عن منهج ربهم سبحانه وتعالى ولم يقبلوا ذلك الحق وانحرفوا عن الصراط المستقيم، يبقى ليس لهم مآل إلا النار. أنزل الله ينزل ربنا سبحانه وتعالى عليهم العقوبة وجزاء وفاقا لفعلهم. كذلك نفعل بالمجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبة فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين، فأصبحوا في دارهم جاثمين. كذلك أيضا من هذه الدروس ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان وأعملهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ما عذب هؤلاء القوم إلا بعد تكذيب هؤلاء لرسلهم. يبقى كذبت قوم نوح المرسلين وكذبت عاد المرسلين، يبقى وبالتالي أقيمت عليهم الحجة فليس عندهم مبرر ولا عذر. لا يستطيعون أن يقولوا لو أتنا رسول لآمنا بما جاء به من رب سبحانه وتعالى، ولكن حنجد أن الملائكة عندما يسألون هؤلاء الذين استحقوا النار يقولون لهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. يبقى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، يعني كيف فعل الله عز وجل بهم، فكلا أخذنا بذنبه وزينهم الشيطان وعملهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين، يعني يقولوا ما كانوش عارفين لا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وكذلك أيضا وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. يبقى هؤلاء كان أهلكم ربنا سبحانه وتعالى بالريح، وهؤلاء أهلكم ربنا سبحانه وتعالى بالرجفة، هؤلاء أهلكم ربنا سبحانه وتعالى بالصيحة، هؤلاء أهلكم ربنا سبحانه وتعالى بالغرق في المال في الماء. وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وكذلك أيضا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وكما قال ربنا سبحانه فكلا أخذنا بذنبه. يبقى إيه سبب الدمار دمار وهلاك هؤلاء القوم؟ يبقى بسبب ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يبقى ذلك عصى وكانت، يبقى دي كلها إشارة لنا وأيضا إرشاد لنا، يعني احذر من الذنب.
احذر من المخالفة، إياك وأن تستهتر أو يعني تستهزئ أو بحقارة ذلك الذنب، إياك أن تستهزئ كده وتنظر إلى حقارة ذلك الذنب، قد يكون هذا الذنب هو القاسم لظهر الإنسان ويكون سبب لجلب هذه المضرة وذلك العذاب له في الدنيا والآخرة. فإياك وأن تستهين بذنب حتى لو كان صغيرا، يعني إياك أن تستهين يعني بأي ذنب حتى لو كان صغيرا. فلذلك وما كان الله يظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى فكلنا أخذنا بذنب، يبقى إحنا احذر من الذنوب واحذر من المعاصي والمخالفة، فإنها جالبة للشرور على الإنسان في الدنيا والآخرة. الذنب لا يجلب نفعا أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، الذنب يجلب المضر على الإنسان في الدنيا والآخرة. وكذلك لا تحقرن من المعروف شيئا وكذلك لا تحقرن من الذنوب شيئا. يبقى المطلوب كده أنك أنت تعظم الرب المعبود سبحانه وتعالى، وإياك أن تستهين بذنب حتى لو كان صغيرا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يبقى بما كسبت أيدي الناس. أيضا من هذه الدروس المستفادة، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، ماذا أراد الله بهذا مثلا. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. أمثلة يعني ده مثل. يبقى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، يبقى إزاي بيتعاملوا مع المثل؟ وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، مثل كده بيمر لم يفهموا المقصود من إيراد هذا المثل، لم يفهموا المقصود من إيراد هذا المثل. ولكن حتجد المؤمن يعقل ويفهم لماذا وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وما يعقلها إلا العالمون. حتجد المؤمن كده يبقى عارف الهدف الذي بسببه تم إيراد هذا المثل، يبقى ليست عبارة كده مثل مر ومثل إحنا يعني استمعنا إليه أو بنتناقل هذا المثل بالكلام، لا يعني كل وقع واقع دائما في نفس المؤمن. أما الكافر فعلى ذلك يقول ماذا أراد الله بهذا مثلا، يعني ليه رب سبحانه قال هذا المثل، المقصود منه لا يعي ولا يفهم، فقد حرم الفهم، حرم الفهم. وبالتالي لما الإنسان يحرم الفهم من أي مثل ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يخشى على نفسه، يخشى أن وتلك الأمثال نضربها للناس. يبقى لماذا ضرب الله عز وجل الأمثلة ليه؟ لماذا؟ يبقى وما يعقلها إلا لعلكم تتفكرون، يبقى إيه؟ عشان إحنا نتفكر ونفهم ونعي ونستوعب وندرك مفهوم أو مدلول هذا المثل، يبقى ده المطلوب هو، يبقى ده كلام صريح. يعني وإلا قلنا لماذا ضرب الله عز وجل لنا الأمثلة، يبقى كل إنسان يتكلم برأي، لا المسألة مش محتاجة إلى آراء، ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا لماذا ضرب لنا الأمثلة، هو المقصود من هذه الأمثلة، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وما يعقلها إلا العالمون. يبقى المطلوب أن أنا أفهم، يبقى فحوى هذا الخطاب وأفهم أيضا المقصود من هذا المثل، ده بيرشد إلى مدلول وإلى مفهوم أقف عليه قبل أن أنتقل من ذلك المثل إلى غيره. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، أما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا المثل، لم يفهموا يعني المراد من إيراد ذلك المثل. فيبقى لما أي مثل بيمر علينا هل إحنا فهمنا المراد ولا لا؟ ما فهمناش المراد، أنا أعود مرة ثانية لقراءة المثل وتدقيق النظر، فهمت المراد يبقى انتقل للغاية، لم أفهم المراد أعود مرة ثالثة، يبقى لا أنتقل من المثل إلا لما أفهم وأقف على المقصود والمراد الذي بسببه تم إيراد هذا المثل أو ضرب بسببه ذلك المثل. أيضا إن ربك قد أحاط بكل شيء علما، إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء هو العزيز الحكيم،
ربك سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علم. كذلك أيضا من هذه الدروس ففهمناها سليمان وقل رب زدني علما وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. يبقى لما ففهمناها سليمان يبقى محتاجين الفهم، وهذا رزق من ربك سبحانه وتعالى وتوفيق من الله تبارك وتعالى أن تفهم المراد، وإلا إحنا ممكن نقرأ المثل مرة ومرة ومرة ومع ذلك لم نقف بعد على مراد المثل أو مفهوم هذا المثل أو التوجيه الإرشاد المستفاد منه. وبالتالي بقى إحنا الإنسان يلجأ إلى ربي سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يشرح لنا الصدور حتى نفهم المراد من إراد ذلك المثل وما هو المقصود ومن ذلك المثل. ففهمناها سليمان، يبقى العلم ده هذا رزق من ربك سبحانه وتعالى، لذلك قل رب زدني علما، والمقصود كده العلم النافع، العلم اللي هو منتج لعمل، العلم النافع اللي هو العلم المنتج للعمل. احنا ضربنا قبل ذلك المثل ان ليس كل ما يملك الانسان من المال هو اساسا يعني انتفع به، لكن انت لم تنتفع بما معك من مال الا بما انفقته، اللي انفقته ده هو اللي انتفعت به. لو كان الانسان معاه 1000 جنيه وانفق كده 200 جنيه يبقى هو انتفع بال200، لكن باقي المال لم ينتفع به، على الرغم ان هو يقول ان مالك المال لكن لم ينتفع به، لان النفع معناه انك انت انفقته بما عود عليك بالمنفعه. هذا العلم النافع، العلم علمان، علم ينتفع به العبد وعلم هو حجه لله سبحانه وتعالى على الانسان. يبقى انا اللي انا عرفته طبقته يبقى ده علم نافع، أينني انتفعت به، يبقى انتفعت به بدليل التطبيق، وعلمه هو حجة لله عز وجل عليك، انت عرفته ولكن لم تطبق. وحيسأل العبد عن ذلك، عن علمي فيما عمل به. المال أيضا يبقى اللي انت انتفعت به هو ده المال اللي انت انتفعت به، ده مالك. أما المال الذي لم تنتفع به فهو لو مات الإنسان الآن فهو مال الورثة، وليس حتى لو قال ده مالي، لكن في الحقيقة أنت حتى الآن خازن لهذا المال، خازن، فإن قضى ربنا سبحانه وتعالى أجل الآن ينتقل إلى الورثة. لذلك ألهاكم التكاثر حتى يقول ابن آدم مالي مالي، وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو تصدق فأمضى، وما سوى ذلك فذاهب وتركه للناس. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي هذه الدروس المستفادة إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.